جانب طيب يعني وبادرة حلوة منكم إن نستمع لكم. هو يبنيها ويشغلها لمدة معينة ثم تؤول إلى الدولة. أرض الكويت تعتبر أرض خصبة لتحقيق هذه الآمال والأهداف. وهو يبني المحطة من مال الخاص. إيه كمواطنين يعني فيها. أنا كنت نايم قلت الحمد لله أبو عبد الوهاب وزيرنا وهو راح يصلح الوزارة. مو الالتزام، الالتزام أكثر. أربع قوانين موجودة داخل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة. صار أي أحد يمدح يعني قابض. هل القطاع الخاص يقدر يقدم شيء حكومتي ما تقدر تقدمه؟ هل في معلم أهم من أبراج الكويت بالنسبة للكويتيين؟ أي والله يدي دروس خصوصية حقيقة بهذا. لا 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 بس لا لا خلنا أكمل لك هنا. واه عند معاناة بيننا إحنا جامعة يتيمة. الشيطان يكمن دائما في التفاصيل وإن شاء الله بإذن الله راح تشوفين شيء يسرج. عندنا أشخاص مثل فهد اللي قاعدين. ترى صاحب السمو قال لي دوس على حد السليم. طب ما عليك ذا اللي عندك طلع من هالمشاريع أمانة يعني هذا الكلام من توجيه من فوق، مو يعني مو عشان فلان ولا علان. بعد اذنكم اصحاب المعالي الاخوان كتبوا اسئلتهم، فاحنا يعني راح نذكر اسم الشخص اللي كتب السؤال عشان يتفضل بسؤاله. طبعا السؤال موجه للشيخ محمد شؤون مجلس الوزراء. تفضل يا دكتور. مساكم الله بالخير واشكر حضوركم وتواجدكم معنا، لان احنا محتاجين فعلا هالتواصل اللي يكون بين المواطن والمسؤول، لان احنا نبي نعرف شو اللي يدور في فكر المسؤول، وايضا المسؤول محتاج انه يرصد يعني يرصد ما يدور في فكر المواطن. التواصل هذا راح يسهل ويقرب المسافات بيننا، بدل ما يعني فعلا تقولون ان التواصل الاجتماعي يكتب، نتاثر كمواطنين لان ما احنا عارفين مصدر المعلومه الصحيحه اللي بناخذها من المسؤول. وفي مثل ما أذكر إن في ألمانيا لما نعرفوا شنو سبب إن تفوقهم تكنولوجياً وفي أدائهم وإنجازهم بالرغم من إن ساعات العمل عندهم بسيطة مقارنة في دول ثانية مثل اليابان وكوريا والصين، لقوا إن تواصلهم مع مسؤولينهم يعني الموظف لا تواصل وقت معين مع مسؤولة مع المسؤول أعلى منه إلى أن يصل إلى الوزير، فاتحين مجال للحوار وللتواصل. فهذا جانب طيب يعني وبادرة حلوة منكم إن نستمع لكم. أنا سؤالي كان بالنسبة لمعالي وزير الدولة أبو عبد الله، وهو طبعا معروف بشفافيته وابتسامته اللي تعطي تفاؤل، وهو تكلم عن التفاؤل. هو قال إن في 11 مليار ميزانية الدولة اقتطع منها 11 مليار للقطاع الخاص. أنا ما أدري يعني بحكم معرفتي إن القطاع الخاص هو لازم يكون شريك ومساند الحكومة يدعمها، يعني يعطي المجتمع يعطي الحكومة، ليش نعطي إحنا القطاع الخاص هذه شركات؟ طيب إذا طيب سؤالك ليش نعطي القطاع الخاص؟ يعني فهموني. طيب إن القطاع الخاص هذا بيربح، يعني الحكومة تعطيه عشان هو يربح؟ واضح. لا ترى فهم غلط، وأنا بترك المجال حق الأخت وزيرة الشؤون وزيرة التخطيط عشان توضح الموضوع. نعم. وإذا اعترفت على كلامها أنا بدش وبقاطعها. طيب تفضلي مع الوزيرة. أختي المقصود في أن أول شيء 11 مليار صرفت اللي هي على مشاريع. نعم. 11 مليار الأخرى أن القطاع الخاص هو اللي يصرفها على الدولة، هو يصرفها القطاع الخاص على الدولة اللي هي عن طريق مشاريع البيوتي مثل محطة الكهرباء اللي الحين إن شاء الله الزور اللي هي راح تنتهي، هذه صرفها القطاع الخاص مقابل أنه يستفيد لمدة معينة ثم ترجع إلى الدولة، تعود إلى الدولة. فهو الـ 11 مليار اللي خصصت إلى القطاع الخاص أنه يدخل في مشاريع مخصصتها الدولة، هو يبنيها ويشغلها لمدة معينة ثم تؤول إلى الدولة. يا سبب القرض يعني قرض حسن من الدولة. نو. الحين أنت تكلفة مثلا تكلفة محطة الكهرباء. تكلفة محطة الكهرباء لتسي 7 مليار. هو يحطها من ماله الخاص القطاع الخاص. ثم تستمر يشغلها لمدة معينة أساس يسترجع ماله ثم تؤول إلى الدولة. فهو شريك مع الدولة في بناء بعض المشاريع.
اللي هي طبعا تؤدي الى تنمية المجتمع. ايضا هناك توضيح. لا انا اوضح لك، احنا قلنا لا انا اسهل لك، ابسط لك. مرحبا، قلت اوكي انا ابسط لك. هو المشاريع نوعين، نوع تقوم في الدوله مثلا. نعم. الحين بسوي مستشفى، انا ابني وانا اجيب الموظف واجيب العماله اللي فيه وبالتالي صيانته ما صيانته، في هذه في لها مصاريف. في نظام الشراكه اللي يسمونه البي او تي اللي ياتي القطاع الخاص. الحين خلنا ناخذ مثال الحي اللي طبق اللي هو الكهرباء. المشاريع مثل ما قلنا نوعين، هو مشروع واحد بس ممكن يطبق بطريقتين. نعم. الطريقه اللي اعتادت عليها الدوله في فتره سابقه ان كل شيء تسوي، هذا لما كل شيء تسوي الدوله القطاع الخاص اللي عشان يحرك العجله ما اشترك ولا شركتي جميع الجهات، ان كانت بنوك ان كانت افراد اللي بيشغلونهم ما اشتغلوا. فيت مثلا الحين نقول كهرباء، الكهرباء كانت الوزاره هي تبني محطات، المحطه كانت تكلف حوالي 700 الى 800 مليون دينار، هذه كلفه راس ماليه غير عمليه التوظيف اللي فيها، غير عمليه الصيانه اللي فيها، غير الكلام هذا كله عشان تعطي منتج. فلما تعطى القطاع الخاص يقول حق القطاع الخاص تعال كم تعطينا كيلو الكهرباء، يقدم دراسه يقول انا اعطيكم كيلو الكهرباء بهالكثر، يتم اتفاق مع ان تنتج لي انت كهرباء بمقدار هالكثر، اشتري منك بسعر كيلووات هالكثر، وانا قاعد انتجه قاعد ادفع له فلوس. انا هني هو يبني المحطه من ماله الخاص، يبنيها من ماله الخاص. يعني مثلا مشروع الزور بناها من ماله الخاص، يعني ينتج 1500 ميجا وات. هذه لما ينتجها انا اشتري منه، حنا كدولة نوقع مع اتفاق اني انا اشتري منك على مدى فترة معينة مثلا 20 25 سنة بالمبلغ اللي انت كنت ارخص واحد فيه من اللي تقدمه بالعرض، مو اي واحد يجي تقدم في منافسة، افضل عرض يقدم للدولة وتاخذه، بحيث هو بنى الدولة هني ما صرفت ولا فلس وقامت تدفع حق قرضين. القرض الاولاني ان هو يدير في قطاع خاص، اول شيء يكون اسرع، ثاني شيء هو يكون حريص على ان معدات هذه يصينها بافضل درجه عشان تعطي الانتاج، لانه ما اعطاني هذه الكميه انا بالتالي بحاسب عليه بلنتيز، اقول له خلاص انا طلبت منك 1500 انت جبت لي 1200، طيب انا ما ادفع لك 1200 فبالتالي انت بخسر. فبالتالي حصل هذا اللي تقصده ام احمد في يوم تكلمت ان 11. انا بضيف بس معلومه اخرى، مثال لما قالوا 11 مليار اللي صرفتها الدوله، هذه ما صرفت فعليا، مو الالتزام، الالتزام اكثر، الالتزام أكثر. بمعنى شو الالتزام؟ مثلا أنا الحين وقعت عقد مشروع بمئة مليون، أنا صرفت من المئة مليون 40. اللي تكلمت عنه أم أحمد أنه خلال 4 سنوات صرف اللي صرف وليس الالتزام 11 مليار، الالتزام أكثر من ذلك. هاي اللي بس حبيته والله. واضح، شكرا لك مع الوزير. أيضا عندنا بس بكمل بكمل آسف بكمل تفضل كمل شغله بس عشان نكون واضحين. مشكور عشان نكون واضحين دكتور حنان، وهذا سؤال مهم ترى للجميع. لا العفو، لا يفهم بان خطه التنميه قائمه على الانفاق الحكومي فقط، هذا الفهم الخاطئ واللي يعني كنت فهمتها لما وضح اخوي عبد الوهاب ومحمد. لا ما هذا بالضبط، وهذا كان قصور حكومي عندنا، كان قصور حكومي عندنا. وأنا بعطيكم مثال حي، واسمحوا لي أنا دائما أسوي الحركة هذه وأسألكم برفع الأيدي، كم واحد فينا راح زار لآل الخيران الجديدة؟ لآل الخيران، لؤلؤة الخيران مشهور أكثر إيه كمواطنين نزرنا الكل زار، معظم الناس. هذا خير دليل على مشروع بي أو تي أو مشروع قطاع خاص ما صرفت فيه الدوله فلس اذا ما غلطان. عدل الشوارع، لا المحطات اللي سويناهم كبدايه المرحله الاولى، شوارع عليكم، شوارع عليكم، كل شيء، مدارس عليكم، لا محطات انتم اللي بانينا. هذه من المشاريع اللي حبيت اسوي لكم، شلون ممكن القطاع الخاص بنفس الوقت ما قدرنا احنا كحكومه نخلص ترى صباح احمد، ليه الحين ترى صباح احمد ما زالت حقيقه شيء يعني مفتخر للامانه، يعني الواحد يقول الصراحه. إذا احنا فعلا كدولة نبي نرتقي في مفهومنا للشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ونبتعد عن التشكيك بأن هذيلا
أصحاب الكروش المنتفخة وهذيلا بيستفيدوا من ورانا وهذيلا الهوامير وهذيلا يعني ما احترامي الكلام اللي كله يردد ويتداول، وإن كنا يعني كانوا كلهم يعني إخواننا وأهلنا وجماعة يعني قارنوا لي ما بين مشروع الخيران وما بين ما ودي أقول منطقة ها ما ودي أقول ما ودي أقول من غير ما أسمي منطقة ما ودي أقولها ما يعني هذا الفرق ما بين القطاع الخاص وقطاع العام. طيب فنحتاج ان احنا ننمي مشاركه القطاع الخاص من اجل الارتقاء بخدماتنا بشكل عام، مو بس بالاسكان. نعم. الاسكان بالتربيه ان شاء الله نوصل بالصحه يوم الايام بالمواصلات بالاتصالات بالنقل بتوليد الكهرباء. شكرا لك مع الوزير. استاذ يعقوب الصانع عندي سؤال بس مطلوب مني اني انا اسالك اياه. السؤال كالاتي: نما الى علم السائل ان حضرتك عندك برنامج او موقع خاص فيك لتواصل الناس معك شخصيا، فهل هذا الامر صحيح من عدمه؟ يطلب التوضيح. هل هناك وسيله الكترونيه لتواصل الناس معك او تنوي شيء من هالقبيل؟ هذا اول ما يعني تشرفت بثقة صاحب السمو نعم في الوزارة يعني كلفت الأخوان في المكتب بأن يكون هناك إيميل للمقترحات وأيضا تلفون، لأن البعض ما يستخدم الوسائط الإلكترونية. نعم. فكلفت اثنين، واحد في أو أكثر والله أربعة، اثنين في وزارة الأوقاف واثنين في وزارة العدل. نعم. أنه يكون خط ساخن وبنفس الوقت إيميل خاص بحيث أن أي واحد عنده مقترحات يغربلها يرفعها، تدري يعني في ساعات. نعم. لكنهم من الثقات اللي أنا أثق فيهم ينقل لي التصور. من يومين أحد الإخوان قدم شكوى بأن إمام المسجد لا يصلي فيهم لا الفجر ولا الظهر ولا يدي دروس خصوصية. ما شاء الله. فعشان نتأكد من هذا، نفس الشخص اللي أنا أثق فيه بوزارة الأوقاف طار ضاحية جابر العلي، راح تأكد بنفسه جاي يقول له يعني فيها أنا كنت نايم. زين. فحلنا للتحقيق. فهذا يعطيك مثال إنه نوع من أنواع المراقبة. طبعا إحنا هدفنا أكبر من موضوع الشكاوى، موضوع إنه تحسين الخدمات. طيب هذا الموقع عفوا مع الوزير ممكن يعلن عنه مكان، كيف يحصلون على الناس؟ هذا الحين ان شاء الله راح نحطه في وسائل الاعلان، بس الان في طور تجريبي الموقع وطريق جو كذا، وراح ننشره في وسائل الاعلان المختلفه. شكرا لك. طيب ان شاء الله. عندنا الاستاذه سعاد الشمالي، يا هلا مرحبا فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كلنا سعيدين في هذا التواصل، لأن هذا قبل ما كان يصير هذا الشيء، والتواصل هذا يساعدنا أيضا لفهم إنجازاتكم، لفهم العقبات اللي ممكن تواجهكم، وممكن حتى المواطنين يتعاونون معاكم للقضاء على أي سلبيات أو على أي إعاقات ممكن تعيقكم في تنفيذ أو تنفيذ التنمية أو الوصول إلى الإصلاح. طبعا إحنا كلنا عندنا آمال وعندنا أهداف وعندنا أحلامنا بنحققها. عندنا أرض الكويت تعتبر أرض خصبة لتحقيق هذه الآمال والأهداف، لكن الآمال والأهداف هذه ما تتحقق وإحنا قاعدين في مكاننا. تحتاج سواعد قوية، تحتاج مثابرة، تحتاج صبر، تحتاج إرادة، وبالإضافة إلى التفاؤل في إن إحنا راح نحقق هذه الأهداف والآمال. طبعا هذا الشيء مطلوب ليس فقط عند المسؤولين، ايضا يجب على المواطنين ايضا ان يتحلون بهذا الشيء. طبعا انا اشد على يد وزير العدل بخصوص لجنه الوسطيه. انا اقول ان يعني لا يعتبر تنفيذ
أهداف لجنة الوسطية تقتصر فقط على المسؤولين في اللجنة، إنما هذا يجب أن يعمم على جميع المواطنين، من مسؤولين، من أولياء أمور، من تربويين، على الأقل على الأقل عشان نقضي على ظاهرة موجودة عندنا هني اللي هي ظاهرة العنف. إحنا بمجرد ما نوصل إلى الاعتدال والوسطية في تفكيرنا، في تحليلنا لكل أمور تواجهنا، لكل ظواهر سلبية نواجهها، راح نوصل بالنهاية إلى الاعتدال حتى في الإصلاح. لا نتطرف في الإصلاح أو في النظرة اللي ننظرها للظاهرة سواء كانت سلبية أو إيجابية. ففي النهاية أنا أوصي المسؤولين بالإضافة إلى المواطنين، نوصيكم على الكويت. الكويت تستاهل إن احنا نبذل الغالي والنفيس لتنمية وطننا. الكويت مسؤولة، مسؤولة عند المسؤولين، أو يعني أمانة برقاب المسؤولين وأمانة برقاب المواطنين أيضا. نعم. فلازم يكون في نوع من التواصل للوصول إلى التنمية المطلوبة. شكرا. سؤالي موجه للشيخ محمد العبد الله والأستاذ المهندس عبد العزيز إبراهيم وزير الكهرباء والأشغال. أول شيء أنا أقترح أن نبي يوم يكون مخصص للشكاوي لاستقبال العاملين بالوزارة والمراجعين، علشان يكون في تواصل بين العاملين وبين الوزير، علشان يعرف بس شنو مشاكل الوزارة اللي مو قادرة توصل له. أنا أول واحدة يمكن باركت لك لما أنت صرت وزير عندنا. نعم. وايد استانست، قلت الحمد لله أبو عبد الوهاب وزيرنا وهو راح يصلح الوزارة. بس المشكلة كل ما جيت أحاول أقابله ما يدخلوني، ما يبوني أوصل له. وإن شاء الله على إيدك تنصلح الوزارة أبو عبد الوهاب. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا. يعطيك العافية. طيب عندنا ايضا، طيب هبة عندها سؤال، بغط عندها مقترح. الاخ حسين بس ما مو واضح عند الخط، يمكن الصايغ مشي. طيب الاستاذه اريج حماده موجوده، انا مو شايفها، ما ادري كان هني ولا لا. موجوده، لو سمحتوا توصلوا المايك لها، اللجنه المنظمه. طبعا سؤال موجه لي مع الوزير الاشغال ووزير العدل. السلام عليكم. أول شيء يعطيكم ألف عافية على هالحضور، وإن شاء الله بالعكس نتمنى يعني سواء هني أو بأي أماكن ثانية، لأن نحتاج التواصل. بالنسبة حق وزير الأشغال، يمكن أنا ما أعرفك بس حطيت لك وايد بوستات شكر وقعدت أصفق لدرجة وايد في بالهم أني قابضة يعني على هالمدح، لأن مع الأسف الحين صار أي أحد يمدح يعني قابض. في ناس لهم أجندات صار ولهم أهداف ثانية مو فعلا مصلحة العامة. لذلك لما بديت أشوف بادرة أمل في الحكومة، لقيت في مجموعة من الوزراء فعلا مجتهدين، فعلا قاعدين يشتغلون. ما يصير أنا أغطي عيني وأقول مو قاعد أشوف واستمر بالتحلطم. عشان كذي أنا أقول لك بالنسبة للصور اللي تداولت، صورتك مع الجسر والصور المقارنة مع دول الخليج، لا تلتفت لهم. إحنا بالعكس، إحنا يمكن القطار تو بادي يتحرك، فشي طبيعي بيكون بطيء، ما راح فجأة يطير. ما في قطار أول ما يشتغل بيطير. أنا هذه أشوفها التنمية هني بالكويت. التنمية كانت صار لها فترة واقفة بسبب الصيحة اللي كانت تصير. يعني أنا إحساسي هذا اللي قمت أشوفه، إن كأن هناك تعمد لوقف التنمية بالبلد. اليوم البلد بدأت تتحرك، فأمر طبيعي ما راح تطير. يعني ننطر شوي وإن شاء الله يعني فيكم الأمل يعني والخير. بالنسبة للأستاذ يعقوب، في قانونين اقترحتهم وايد حلوين، جرائم إلكترونية وقانون التجارة الإلكترونية. الحين صرت وزير، شلون هونته وخلاص ولا في احد؟ طيب شكرا لك استاذ عريج على مداخلتك. مع الوزير عندك تعقيب على هذا ولا؟ نعم. ما يدرون ان انا وزير، واقف اسالهم اقول لهم والله الف خير اللي سواها، هي كلها لفه، خذينا حاره عشان يلفون، ولا كل يوم لازم حادثين حادث حادثين حادث. الان باذن الله ان شاء الله قاعد اكو اشياء بسيطه الواحد اللي ينزل على الموقع يحس فيها. انت بتشوفين اشياء بتصير بسيطه جدا، ولكن بتشوفين شلون نستعمل ريليف في نفس الشارع هذا قبل ماكدونالد وعقب ماكدونالد، راح تشوفين نفسه راح يصيرون. الحين بدوا يشتغلون فيهم. احنا ما قدرنا نشتغل فيهم المره اللي فاتت لان ما كان عندنا ميزانيه، انتهت العقود، وبالتالي احنا الحمد لله. وفي نفس الشيء عند القاعده البحريه، هذول اللي بتشوفينهم، بتشوفين اذا مريت اليوم تعرفين دخلت الخامس مع فحيل، هذه اللي هني كل العالم تقلقص لابوات الرماثيه، بتروحي تشوفي الحين فتحه فتحناها على الخامس، هذه 80% منها. هذا
قاعد نشتغل على فتحة ثانية اللي طلعون، لأن الواحد لما يروح ويشوف يعرف مشاكل الناس، عرفه تمام. يعني خلي الناس بتحكي، خلي تحكي، هذول بيوقفون القطار، القطار ماشي. وأنا بقول لك شيء، ترى صاحب السمو قال لي دوس على حد السليتر، ما عليك من أحد. اللي عندك طلع من هالمشاريع أمانة. يعني هذا الكلام من توجيه من فوق، مو يعني مو عشان فلان ولا علان، ذولي وانا ذيك المره ما لا 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 هذا اختي شوفي خلي يحطون اللي بيحطونه، يعني قصده تواصل مع الناس ماشيين احنا في هالجانب، فلا تحاتين لا تحاتين. حتى الان شفتي ما حتى الطريق الاول الدائري الاول، خلي يعرفون ان شغلات تنفتح ان شاء الله. شفتي الدائري الاول الحين الناس اللي بتروح شوي شلون تروح؟ توقف عند الاشاره اللي عند النافوره الراقصه. احنا الان عقب الجسر راح نفتح فتحه على الخامس على الاول، هذول نصهم بيروحون منا. شفتي طريق طريق الملك فهد مع الاول عرفت شلون؟ لا مو هذه الناس هني مشاكل الناس، هذه مشاكل الناس. انت الان ترى مو بس كلها بمشاريع كبيره، اكو شغلات بوتل نيكس هذه تبي لها معالجه. تعبت شفتي الدائر عشان تعرفين، بس تحاسبين عليه بعدين. ما شفته مدخل جامعه، بروح اشوفه. بس شفتي الدائر الاول مع طريق الملك فهد اللي على الضاحيه، ان الناس تتقلقص بالدخله هذه بنقرم الثمانية متر هذه اللي لاصقه عشان يشوف مدار السياره 4 سيارات. فهذه كلها تفرج غير المشاريع الثانيه اللي بتصير باذن الله. بس هذا حبيت اقوله. مشكور مع الوزير. أبو يوسف لو سمحت، بالنسبة للقوانين الإلكترونية واللي تم اقتراحها أيام ما كنت في مجلس الأمة حضرتك، يعني شوف أستاذ غريس طبيعي الآن أنا كنت في البرلمان والآن دخلت منظومة الحكومة. في البرلمان يعني لا سلطان على النائب إلا ضميره، وبالتالي أي مقترح يفكر ويشوفه أنه هو يصف المصلحة العامة يسعى ويقدمه، وبعد ذلك طبعا يدخل في إطار اللجان والمعروف شلون يطلع التقرير في هذا الأمر. الآن دخلنا في منظومة جديدة، المميز في الموضوع أن كلنا في اللجنة القانونية، رئيس اللجنة القانونية هو الشيخ محمد عبد المبارك، وبالتالي أنا من هذا المنبر الجرائم الإلكترونية قانون جدا مهم. نعم. وفعلا يعني الحمد لله أنا ما قدمت شيء إلا بالفعل إحنا بحاجة له، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون التجارة الإلكترونية، قانون المحكمة الاقتصادية. بأمانة سمو رئيس الوزراء حتى في موضوع رحت له، لأن استشعرت بأن هناك بعض القياديين يحاول يوقف الوزير من السير في العمل، وهذه كلنا نشعر فيها وندري ما يبي، خاصة مثلا لو يبي بستخدم الوسائط الإلكترونية وهو ما يبي عملية استخدام الوسائط الإلكترونية. ليش؟ لأن برجة العاجي قاعد ويبي الواسطات ويبي كذا، لما تيته بتحاول تحاسبه تجد بأن القوانين قانون ديوان الخدمة المدنية، مجلس الخدمة المدنية يعطلك مثلا مدته، تو مجددين ل4 سنين. زين أدري عنده مشكلتك محمد، لكن في الغالب. لذلك رحنا يمكن حق سمو رئيس مجلس الوزراء، قلت له انا عندي مقترح ان نعدل من هذا، وعده مقترحات. قال لي حطها على طول وسجلها في جدول اعمال مجلس الوزراء وحولها الى قانون ديوان الخدمه المدنيه، وبالتالي يطرح على اللجنه القانونيه، وان شاء الله باذن الله راح تشوفين شيء يسرج. اوريدي احنا الان 4 قوانين موجوده داخل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، خلصنا منها، اللي هو الإعلان الإلكتروني، اللي هو تعديل قانون المرافعات، المحكمة الاقتصادية. تدرين سالة أريج، يعني لما يتنازعون ساعات بين الزوج وزوجته يطلعون حرتهم بالأطفال، ياخذ الياهل يودي يقطع المخفر، أنت عارف القصص هذه. محكمة الأسرة يعني نقلة نوعية في التشريع الكويتي إن شاء الله. سادة يعقوب شكرا لك. احنا بس حرصا على ثمين وقت حضراتكم واصحاب المعالي،
نبي نختصر اختصار شديد، يبقى بس عندنا الاخت سهام القبندي. مشت جميل. تبي تسالين حضرتك؟ طيب تحبي تسالين؟ بس اعطونا الميكروفون لو سمحتوا. والنعم فيها دكتورة. عفواً، هو بالعكس، يمكن هو كل الشكر والتقدير لهذه الجلسة الجميلة. يمكن دائماً نقول إن كانت يعني التواصل ما بينه وما بين الحكومة يمكن مقطوع، فبالتالي كان هناك إرسال ولكن ممكن يكون بجانب بعيد جداً ما يصل للمسؤولين، ويمكن هذه الجلسات هي يمكن اللي تفتح هذا الحوار وبالتالي تقرب المسافات كلها. يمكن أنا في قطاع الجامعة، وقطاع الجامعة يمكن عنده معاناة بأن احنا جامعة يتيمة، نود بالفعل أن يكون هناك بالفعل إنجاز لجامعة حكومية أخرى. وطال الأمد يمكن كنا طلبة وكنا نروح عند مدير الجامعة وكان يقول لنا بأن هذه يعني هذا الكروكي هو اللي راح ينفذ خلال 5 سنوات اللي تخرجنا وتخرج ولدي، وإلى الآن الجامعة ما صارت. وتطلع جامعة وتحترق جامعة والجامعة ما تصير، وبالتالي هو مش إحباط بداخل المواطن الكويتي بمقدار ما يبحث بالفعل عن جودة في الخدمة. الآن هل القطاع الخاص يقدر يقدم شيء حكومتي ما تقدر تقدمه؟ أنا متأكدة أن نفس العقول ونفس الناس ونفس الشركات ممكن بالفعل نوظفهم بشكل أو بآخر، وراح نحصل على يعني كويت مختلفة تماماً حتى عن توقع كل الناس. طيب. شكراً لكم. شكراً لك، ما قصرتي. طيب هي ما توجه سؤال أحد، فقط عندها توصية واقتراح. يبقى الأخ حامد الياقوت موجود؟ طيب غير موجود. نفتح المجال نهاية للصحافة، ما بقي عندنا أكثر من 10 دقائق في الوقت. الأخ عبد الله الخالدي موجود؟ مو موجود عبد الله الخالدي. نواف خلني بس بعدك. اذا هذا اخر شيء لك مع الوزير خضراح. عطني مجال بس خلينا نتكلم بصوت عالي وبافكار متناثره شوي. وفي موضوعين يعني يو على خاطري. اولا ردا على الاستاذ عريج وكذلك على الدكتوره سهام. ردا على الاخت الاستاذ عريج، صدر في شهر 7 قانون المعاملات الالكترونيه، وهذا يمكن من القوانين اللي جاهد أخوي أبو يوسف على إصداره، وتوليت شخصيا مهمة وضع اللائحة التنفيذية، واللائحة التنفيذية عندي صار لها الآن 2 أسبوع وعلى وشك التوقيع. لكن يعني بعطيكم من الأمثلة والإشكاليات اللي نقع فيها في الحكومة. يعني على قولة الإنجليز أو المقولة الإنجليزية the devil is in the details، أو الشيطان يكمن دائما في التفاصيل. قانون على في ظاهرة جميل، لكن لما جينا وجمعنا الجهات على أساس إنه خلاص بس يعني نضع لائحة تنفيذية للتعاملات الإلكترونية، وجدنا بأن أهم عنصر في التعاملات الإلكترونية شيء يسمى PKI اللي هو الشفرة الإلكترونية الخاصة بكل معاملة، كل معاملة على بروحها عندها PKI أو الكود الخاص فيها. من يملك الكود هذا؟ أحد يقول لي صاحب السيرفر يمكن؟ ها؟ باعتقاد من يملكه؟ خوش كلام، معلومات مدنية ولا بنك مركزي؟ ها. ولا وزارة التجارة؟ هاي المشكلة. ولا وزارة مواصلات؟ ولا وزارة الداخلية؟ ولا استخبارات عسكرية؟ ولا عرفتوا وين الإشكالية؟ واحتجنا ندخل بينهم ونقول يا جماعة قانون إذا ما نفذناه وإذا ما طلعنا شو اسمه؟ البطاقة المدنية هي اللي يكون عدل عدل هذا في القانون، لكن لما تيجي تنفذه السيرفر وين يقع؟ إيه طبعًا. أوه جميل. أعطيكم مثال آخر عندهم، ومثال يعني يعور القلب، وأتمنى من أخوي عبد الوهاب لأنه هو اللي متولي الموضوع أو متولي متابعة الموضوع وإن كان ما هو مسؤوليته. أبراج الكويت، هل في معلم أهم من أبراج الكويت بالنسبة للكويتيين؟ أي والله. ها؟ سنتين الحين مسكر. سمو الرئيس لما جتنا الأخت هند في الحكومة، وما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني من أكثر الناس اللي فيها حماس وتتابع. وراحت حق سمو الرئيس قالت يا طول العمر ترى الخطة هذه ما تمشي إذا ما صار في أداة متابعة، فكرونا بشكل شيء
للمتابعة. فقرر سمو الرئيس، وهذا من الأمور الجديدة عندنا، أن ينشئ لجنة وزارية جديدة برئاسة النائب الأول وبعضوية رئيس كل لجنة وزارية. بعد أعلى من كذي مستوى ما راح يصير. وقرر الشيخ صباح الخالد بأن ينتقي بعض المشاريع عساس يشوف، وهذا كان اتفاقنا، خلنا نمسك مشروع وخنشوف وين المشاكل. من متابعتنا الحثيثة لإحدى المشاريع راح نعرف وين المشاكل. إحدى المشاريع كانت أبراج الكويت. بدينا وياهم، إحنا متى تشكلت؟ بدينا شهر ثلاثة اللي فات. متى الافتتاح يا جماعة؟ قالوا شهر 11 9 9 بعدين صار 11 بعدين صار شهر 2 بعدين الحين كم وصلنا؟ شهر 6 مدري، الله أعلم. من الأسباب أقول لكم من الأسباب شنو؟ مو بس المقاول متأخر ولا المطافي ما أعطوهم الترخيص ولا الكهرباء ما سووا لهم ولا كذا. دش علينا عرض شيء جديد الحين، مؤسسة اليونسكو العالمية تبي تطلق على الأبراج والهيريتج مسمى أو إطلاق مسمى معلم تراثي. خوش كلام جميل. أحد منا ما يبي أبراج الكويت ما تكون معلم تراثي؟ طبعا. لما جينا فحصنا بالكتاب تبين بأن من أجل أن يستمر أو أن يكون الأبراج تكون الأبراج معلم تراثي، لازم نحافظ على كل محتويات الأبراج بما فيها الأسقف الأسبست اللي كلنا نعرف بأنها تسبب أمراض سيئة، الأخشاب اللي كانت أوريدي متواكلة واللي شلناها من الجدران أساس نجدد. زين تعالوا دوروا الأخشاب وين مديناها، خروح ندور بيس كراب قطيناها ولا كذا عشان نرد الركاب مرة ثانية. شفت صج مو ضحك والله عظيم، والله يعني هذا كان سبب اجتماعنا ترى يوم الخميس اللي طاف. انا مسكت واحد من قلت لهم روحوا شوفوا لي اي سكراب قطيت الخشب لانه مصور وجايين يسكب يشوفونه. فابين لكم بعض المشاكل اللي تواجهنا. ترى بالفعل عندنا يعني عندنا اشخاص مثل الذهب اللي قاعدين هنا. وانا بقول لكم شغله واسمحوا لي بس يعني طبعا. يعني انا وايد اتالم لما اسمع واقرا بتويتر شوفوا الوزراء وكم ياخذون ومدري ايش. خلني ابطل لكم، اقل مو اقل، اخر مره تعدى القانون معاشات الوزراء سنه 81، معاشات الوزراء فيكست 2380 دينار فيكست. هذا معاشنا ترى، ما ناخذ غيره وممنوع ناخذ غيره وما ناخذ لجان ولا ناخذ تعديل الوضع ولا ناخذ بيت كلكم كل اي والسفرات وما ادري ماكو. هذا 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 معاشنا ترى، والله هذا معاشنا. ضيف على ضيف 2000 وترى في علاوه اجتماعيه. انا عندي اولاد اخر على اولادي يعني ماشي. يعني حقيقه بهذا لا لا بس لا بس لا خلني اكمل لك هنا واف. تفضل. الوزير كل واحد فينا، انا اتكلم عن نفسي وادري عن الشخص اللي يمي تاكيدا، من الصبح ما ردينا البيت الى الان ما ردينا البيت. أنا أقول لكم أنا واحد من الناس على عشاء أمس لحين ماكو وقت أتغدى معي. لا لا صدق، تقولين لي أختي الله يعافيك، تقولين لي افتح بابك حق المقابلات، عيب أقولها. وصل عدد طلبات مقابلات في مكتبي لأن أنا عندي سيستم اليوم صبح شايفة 1658 طلب مقابلة. أرد عليهم أقول لهم بالتليفون أخلصكم، والله أخلصكم بالتليفون. لا إلا نقعد وياك حاضر، ما أقدر أنقز أحد على أحد، لكن فاتحين بيباننا اللي يقول لنا ترى انتم ما تلتقون ويانا، ماكو مكان ندعى له ما نروح ونقعد ويا الناس. لكن اذا ما يتدعى في الدعوه الكريمه اللي وجهها اخوي بوب يوسف، احنا طاقين الباب على الناس نقول لهم تعالوا خلينا نسمع منكم. احنا بالعكس ترى من واجبنا التواصل وياكم، من واجبنا نسمع منكم، من واجبنا نقوم عملنا بناء على مقترحاتكم. احنا موجودين، احنا هدف وجودنا في هذا الكرسي لخدمتكم انتم. هذا هو ما قصر. هذا واقع الامر. شكرا لكم، فسامحونا اذا بدر منا شيء. جزاكم الله خير، يعني وضحنا امر ما كان مقصود.
إلى أن وصلنا للدكتور حيدر بهبهاني وهو الأمين العام المساعد لكتلة الوحدة الدستورية. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أهلا وسهلا فيكم دكتور. لقينا اليوم لقاء استثنائي، لقاء مفتوح جميل جدا، ما بيأتكلم عنه زيادة لأن شهادتي مجروحة لأني درت هذا الحوار، لكن شنو هدفكم من إنشاء مثل هذا النوع من الحوارات أو اللقاءات وتوصيل مسافات أو تقريبه بالأصح ما بين الناس وبين الحكومة؟ طبعا لا شك أن كتلة الوحدة الدستورية هي طبعا كتلة وطنية تعني في كافة الأمور اللي تتعلق في المواطن وفي خلنا نقول يعني حياة المواطن بشكل عام وتواصله مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى يعني وضع خلنا نقول القضايا الهامة على الساحة وناقشها ونأخذ فيها الآراء ونجلب فيها المسؤولين وال يعني خلنا نقول أصحاب القرار في هذا العمل. وطبعا لا شك أن اليوم يعني كانت فرصة ما هي قريبة على يعني كتلة الوحدة الدستورية، ولكن كان اليوم الهدف من هذا اللقاء بأن نجتمع مع أربع وزراء لهم دور كبير في عنصر التنمية في دولة الكويت. ولا شك أن يعني هذا الأمر أعطانا مثل ما تقول دفعة بأن ندعو يعني المهتمين في هذا الموضوع من عامة الشعب يعني، وكان في قطاعات كثيرة منهم ناس أكاديميين اقتصاديين سياسيين الاجتماعيين، الكل كان موجود في هذا اللقاء اللي احنا حاولنا من خلال هذا اللقاء بأن نبرز القضايا العامة في التنمية. الدكتور حيدر بهبهاني الأمين العام المساعد لكتلة الوحدة الدستورية، شكرا لك مع تقديرنا. ساعة مباركة، تشرفنا. يا هلا ومرحبا، مع السلامة. أبو عبد العزيز، شنو هدفكم من إعداد هذا النوع من الاجتماعات واللقاءات المفتوحة المثمرة؟ أنا ما أدري إيش راح يصير لما نقرب المسافة ما بين الحكومة والمجتمع وتبادل الأفكار، شنو الدراسة اللي تهدفون لها؟ ليش مسوين كذي؟ أولاً إحنا لما سوينا الحوار المفتوح ما بين الحكومة وما بين المواطن الكويتي، لأن المبدأ العام هو أن خلقنا لنتعارف، فلازم يصير في تعارف أساسي، يصير هناك تعايش، فيصير هناك سلام، فيصير هناك تنمية وتفاؤل وإلى آخره. والحمد لله نجح اليوم الحوار، وإن شاء الله راح يكون مزيد من الحوارات. والشيء اللي أسعدنا كثير أن لقينا هناك مشكلة حقيقية، وهو سرعة التواصل ما بين الوزير والشاكي والمواطن والمراجع والموظف. فإن شاء الله خلال هالأسبوعين الجايين راح تلاقون مفاجأة حلوة جدا، برنامج للتواصل ما بين الحكومة وما بين المواطن بأسرع تقنية موجودة. تقصد برنامج إلكتروني طبعا؟ نعم طبعا، إهداء من عندنا من المركز بإذن الله للحكومة وللجهة التنمية فيها. ناصر عبد العزيز مساعيد رئيس مركز دراسات، شكرا لك، مع التوفيق. الآن قعدنا واجتماعنا ما بين المجتمع والحكومة وتبادلنا الأفكار، هذه الأسئلة اللي صارت أو الأطروحات أو الاقتراحات راح تأخذونها في عين الاعتبار ولا راح تهملونها مثل ما يسوي الغير؟ طبعا كل الأسئلة اللي انطرحت، كل المواضيع المطروحة لتطوير أعمال الوزارة، مو بالتحديد وزارة العدل أو وزارة الشؤون طبعا معالي الوزيرة هند، أو لإجمالي الوزارات كلها راح تندرس، كلها أمور دارجة راح تندرس بإذن الله، وراح يتم فيها تواصل مع الأشخاص، حتى الأشخاص اللي سألوا هذا السؤال عندنا أساميهم وأرقامهم اللي أبدوا الأسئلة، على أساس أن أهم يتم دراسة هذه المواضيع والتواصل معهم لإبداء رأيهم وأخذ بالأراء الشعبية. طيب هل تنوون لإنشاء مثل هذا النوع اجتماعات مستقبلا ولا لحد هناك فاية؟ لا بإذن الله إن شاء الله راح يكون في اجتماعات مقبلة بإذن الله تعقيبية على الأوضاع الحالية والمستقبلية، ومن وين انطلقنا لوين راح نكون بإذن الله إن شاء الله مستقبلا. أحمد فيصل الماجد نائب رئيس مركز دراسات في كتلة الوحدة الدستورية، شكرا لك مع تقديرنا. سادة نوف، شنو الهدف اليوم اللي انتم تطلعوا له من خلال مركز الدراسات لإنشاء مثل هذا النوع من اللقاءات المتميزة؟ وأنا شهادتي مجروحة فيكم، بس شنو انتم هدفكم؟ وين قاعدين؟
بصراحة احنا هدفنا في مركز الدراسات ان نقرب المسافة ما بين المواطن نفسه والسلطة التشريعية، على اساس يكون في مشاركة في هموم المواطن، وبنفس الوقت السلطة التشريعية تكون عارفة شلون تقدر تحل هذه المواضيع باقرب فرصة او باقرب وقت بالتعاون مع المواطن نفسه. طيب احنا سمعنا ان عندكم دراسة لانشاء برنامج يقرب المسافة اكثر ما بين المجتمع وبين الحكومة، شو سالفة هذا بعد؟ صحيح، في عندنا برنامج بالتعاون مع مشروع رحلة السلام، البرنامج اسمه برنامج شاركنا الحل، يهتم في إسقاط الضوء على بعض القضايا الحساسة للشباب وفتح الباب لهم أن يقدموا لنا حلول بالتعاون مع السلطة التشريعية نفسهم بما أنهم هم أصحاب الخبرة في هذا المجال. نوف ناصر، شكرا مع تقديرنا. حياكم الله وشرفتونا ومشكورين على حضوركم وتواجدكم معنا يا قناة الرأي. مرحبا، شكرا. ختاما يعني ما يسعنا للشكر منكم حقيقة، شكرا على وجودكم وشكرا على حضور الكريم الموجودين، وإن شاء الله نكون وصلنا الرسالة وأدينا الأمانة في هذا الملف الخاص في برنامج ملف تلفزيون الرأي، وتصبحوا على خير ومع السلامة.